بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا السيشن اللي فات خدنا الكونفيجريشن بتاع الستاتيك نت. تعال نروح للديناميك نت. أنا بقول عليه اللي هو بول، أنا بسميه بول أو ميني تو ميني، اللي هو إيه؟ جروب عدد من أو ميني برايفت أي بي تو ميني بابليك اي بي. تمام. انا دلوقتي يا باشمهندس سيف على الرسمه اللي احنا كنا راسمينها دي، انت كان عندك هنا 10 اجهزه تمام متوصلين على سويتش. تمام، متوصلين على سويتش، متوصلين على راوتر هنا كده صح. انا هنا في هنا السيرفر اللي انت كنت شايفه. انا دلوقتي محتاج كام بابليك اي بي عشان اطلع ال10 دول؟ عشرة بابليك اي بي. تمام، تعال بقى نقول لك للكونفيجريشن. تعال هنا في ثلاث خطوات يا باشمهندس سيف. اول خطوه اللي هو ستيب فيرست او ستيب 1 او فيرست ستيب او فيرست ستيب 1. اول حاجه هتنزل تحت الانترفيسز فاست 0 سلاش 0 وتقول له اي بي نت انسايد زي بالظبط. ايوه دي الاوامر دي ثابته يا سيف. انترفيس اللي هو ناحيه الانترنت هتقول له اي بي نت اوتسايد. تمام، ده كده خلصنا من الخطوه الاولانيه. تمام، نروح للخطوه الثانيه. بص يا باشمهندس سيف، انا دلوقتي عشان اطلع الاي بيات اللي عندي، العشر اي بيات اللي عندي دي لازما احطهم في اكسس ليست، اكريت لهم اكسس ليست من نوع اي نوع بقى، بس انا بفضل ان انت تعمل ستاندرد. تمام معايا؟ بعدين اعمل لهم اكسس ليست او ستاندرد اكسس ليست، احط فيهم ال10 ايباد ده اللي هم اللي عندك، وهقوم عامل بوله احط فيها ال10 بابليك اي بي، واقوم عامل امر رابط الاكسس ليست بالبوله. وصلت؟ تعال انفذها لك. اشرح لي تاني بس معلش. انا هعمل اكسس ليست احط فيها البرايفت اي بي اللي انا عاوز اطلعهم انترنت، كل البرايفت اي بي. ايوه تمام، ثواني نرجع تاني. انا عايز هنا هعمل اكسس ليست هنا واحط فيها الاي بيهات اللي انا عايز اطلعها. انا عندي دلوقتي 10 اجهزه عاوز اطلعهم على الانترنت صح؟ مظبوط. هقوم عامل هنا اكسس ليست سامح فيها 10 اجهزه او سامح فيها للشبكه كلها اللي هي عندك 192.168.1.0، واقوم ايه كاتب الاكسس ليست هنا. ازاي هكتب الاكسس ليست؟ هقول له اكسس ليست، انا قلت هعمل ستاندرد اكسس ليست من نوع نمبر، هتبقى اكسس ليست واحد، قلت له بيرميت الشبكه 192.168.1.0 تمام. الورد كارد كام؟ 0.0.255. دي كده اول حاجه خلصت. ثاني خطوه ستيب 2 ستيب 3. تمام، ها البوله اللي انا خدتها من مزود الخدمه حطها ببوله اسمها ايه؟ اي بي نات بول، واسميها البوله دي اسمها ايه؟ انترنت مثلا، اي اسم يعني، الاسم مش لازما يعني، اي اسم يعني سميها زي ما انت اي اسم يعني، انترنت او انت او كده نت مثلا. انا واخد كام يا عم سيف؟ واخد اي بهات من اول 100 دوت واحد دوت واحد دوت واحد لغاية 100 دوت واحد دوت واحد دوت 10. خدت 10 ايبهات صح؟ ايوه. هتقوم قايل لها نت ماسك، هتحط لهم النت ماسك بتاعك. النت ماسك كام يا عم اللي انت تاخده؟ 255 ايه اللي هو السب نت ماسك اللي يديك 10 ايبهات؟ اديك 10 ايباد. اه 252 52 يديك 4، 248 يديك 8، 240 يديك 16. افهمها بقى ازاي انا جبتها؟ طرحت 205، انا عايز كام دلوقتي؟ 10 10 10 دلوقتي قريبه من ال 8 ولا قريبه من 16؟ يعني ثواني اقول لك على حاجه، انا لو عايز 10 ايبهات ينفع اعمل سكوب فيها 8؟ ده في دلوقتي ايبهين مش موجودين معايا صح؟
10. من 10 لا يبقى انا عايز ازود ل 16. 16 طب انا عايز اجيب الماسك بتاعها 16 ناقص 250 ناقص 256 يبقى 240. فهمت دي؟ ما فهمتهاش؟ لا فهمت اهو. ال10 انت عارف ان السكوب اللي فيها 8 هتديك 8 ايباد صح؟ ايوه. طب تمام انا عايز 10 ايباد خلاص يبقى ال8 خرجت منها خرجت من الحساب من حساباتي 16 يبقى 16. ال16 عايز اجيب الماسك بتاعها يبقى 256 ناقص 16 هيدينا 240. معايا؟ ده اول حاجه ماشي. تالت خطوه هتقوم انت جاي عامل كده ستيب 4 وتقوم رابط الاكسس ليست ديت اللي محطوط فيها البرايفت اي بي بالبوله دي. معايا؟ تمام. هتقول له اي بي نات انسايد ليست. الليست بتاعتك كام؟ الاكسس ليست رقمها كام؟ واحد. واحد ببوله اسمها ايه؟ نت. وصلت؟ وصلت يعني. بس كده خلصت؟ كده الكونفجريشن خلص. تعال نروح نشوف. تعال نروح نشوف الكونفجريشن. تعال نشيل كل الكونفجريشن بتاع الستاتيك نت اللي هنا. هنقول له ايه؟ ده كله ايه؟ نو. ده نقول له هنا ده كله نو. ده نقول له نو. نجيب الامر ده كده ونقول له نو. نقول له الامر الثاني اللي هو 3 او اللي هو اللي قبله اللي هو كام ده هنا 3 ب 4 لا نو نو قبلها و واثنين كنا رابطينه بتلاتة. تعالى نقول له دو شوران. تعالى نجيب اوامر النات دي كده نقول نوم قايلين له كلمة نو قبلها نو ونيجي على الامر التاني اللي هو ده نوم قايلين له نو قبلها هنا نقوم عاملين ايه كلير لاي بي نات ترانسليشن نقول له استريكس استريكس يعني كل التيبل تمام ماشي. تعال نقول له شو اي بي نات ترانسليشن مفيش اي حاجه تمام. حتى لما نيجي نبنج من هنا على الاربع تمانيات مش هيعرف يروح معايا تمام. طب انا دلوقتي عايز اعمل الدايناميك نت هنقوم عاملين كده سيف. اول حاجه احنا كنا مفعلين تحت الانترفيس عملنا اول خطوه احنا كنا مفعلينها في الاستاتيك نت اي بي انتر اللي هو انترفيس فاست زيرو اي بي نت انسايد واي بي نت اوت سايد. تعال حتى اوريها لك الراوتر زيرو هتيجي هنا تحت الانترفيسز هتلاقي هنا اي بي نت انسايد والانترفيس الثاني مكتوب تحته ايه اي بي نت انسايد اللي هو 0 سلاش 1 اللي هو 0 سلاش 1 اي بي نت انسايد والقصد الانترنت اي بي نت ايه اوتسايد ماشي. ثاني خطوه قلت لك انا هعمل اكسس ليست من نوع ستاندرد ستاندرد نمبرد هتبقى ايه اكسس ليست كام من 1 ل 99 صح؟ ايوه نقول له 99 ماشي. بيرميت الشبكه بتاعتك كام 192 168 1.0 تعالى نشد كده 1.0 الوايرد كارد ماسك كام 0.0.0 255. دي اول خطوه. تاني خطوه ايه يا عم سيف اللي انا ايه اعمل ايه البوله البوله اللي هي مديها لي اس سي هتقول له اي بي نت بول واسمي البوله ايه اي اسم اي اسم براحتك يعني البوله ديت مش هتفرق اي شوف هيقول لك هنا هيقول لك اي اسم للبوله نكتب مثلا سيف تمام. شوف هنا هيقول لك ايه يا سيف هيقول لك ستارت اي بي ادرس هتقوم قايل له 100.1.1.1 شوف هنا يقول لك اند اي بي ادرس تمام هتقوم قايل له ايه 100.1.1.10 شوف هنا في حاجه في هنا نت ماسك بص يا سيف دي هنا في نت ماسك وفي حاجه اسمها ايه بريفكس يعني انت ممكن هنا تكتب هنا نت ماسك او تكتب بريفكس او تكتب لينس
حاجه اسمها لينس كده هوريها لك في الجي ان اس 3 لان هي اصلا مش سبورت في ال بتقوم قايله البريفكس بتاعك كام يا سيف انت دي سلاش كام 28 ايوه تقوم قايله البريفكس بتاعك هيبقى ايه 28 يفهم اللي هو السب النت ماسك بتاعه 255 255 255 240 ممكن تعملها كده او تعملها كده بس الباك تريسر مش سبورت البريفكس ولا اللينس هو اخره بس ان هو يعرف نت ماسك فهعملها لك هنا على الجي ان اس 3 هتشوف ان هي فيها موجوده نت ماسك موجوده ايه لينس معايا هنقول له هنقول له نت ماسك ونقول له 255 255 255 240 تمام تمام ثالث خطوه اللي انت بتربط ايه يا عم سيف بتربط الاكسس ليست بالبوله تمام هتقول له اي بي نت هتقول له اي بي نت انسايد سورس ليست اللي هي كام 99 ده رقم رقم الاكسس ليست هيقول لك بول نيم اللي هي اسم البوله اسمها سيف ثواني كده هتكتب بول لازم تكتب بول بول نيم اسمها ايه سيف هنا حتى بول نيم ماشي تعالى بقى نشوف الاجهزه طلعت ولا لا تعالى نشوف الاجهزه طلعت نت ولا لا بنج كده الراوتر الثاني يا باشمهندس مال الراوتر الثاني انت ما عملت عليه اي كونفجريشن سيف ما عملت عليه لا مش هتعمل عليه اي كونفجريشن يعني اي بي نت انسايد سورس ليست 99 تمام مظبوط تعال نشوف هنا اللي هو اسمه ايه شو اي بي ترانسليشن تمام ماله يا سيف عامل ايه ثاني كده يا سيف اعمل عليه كونفجريشن ايه الراوتر الثاني اللي قد اللي فيه قد 11.1.1.2 ماله ماله 11.1.1.2 ماله عامل ايه؟ انا ما غيرتش كونفجريشن انا بس انا عملت شو رن خلاص انا كده حتى عملت ستاتيك روت اهو ارمى على 100.1.1 على 11.1.1 دي الستاتيك روت اللي انا عملته بس ثابته ايوه خلاص دي ثابته الاي اس بي هو اللي بيعملها مالكش انت دعوه دي بيها تمام طب تعالى في هنا حاجه ايه ليست اي بي نت انسايد سورس ليست 99 تمام تعال نشوف الكونفيجريشن وندور شورا تعالى اي بي نت سيف ماشي انا عملت الاكسس ليست فين تعالى نشوف الاكسس ليست 99 بري 192 168 10 00 255 ماشي وهنا اي بي نت بول سيف 100.1.1 شفت يا سيف حاجه اقسم بالله تشيل تعالى تعالى كونفج انا جيت بكتب بدل ما اكتب 10 كتبتها 0 ها شفتها اهي ايوه ايوه دي حاجه كويسه يعني ان انت تعمل ترابل شوت تبص للكونفجريشن تاني ان انت ترجع تشوف الكونفجريشن بتاعك تاني عشان ديت هترجع دي ترابل شوتينج يعني انت ممكن تكون عامل اوامر صح بس انت كتبت حاجه في النص غلط يعني فاهمني تعالى كده بندج ولا بنكشي ماشي بندج ولا بنكشي بص يا باشمهندس سيف تعالى هنا هنا بقى الجهاز لو انا اللي هنا راوتر هنا لو جيت قلت له شو شوف انا كل هتلاقي كل جهاز خد بابليك اي بي يعني كل جهاز خد بابليك اي بي من البوله اللي عندك يعني انت جهازك 2 خد بابليك اي بي كام 1 1 2 1 2 خد بابليك اي بي خد بابليك اي بي كام 1 تعالى 1 كام 1 3 خد بابليك اي بي كام 1 2 طب 1 4 خد بابليك اي بي كام 1 3 طب شوف 1 5
وخد 1.4 تمام. طب 1.5 خد 1.5 خد 1.4. طب 1.6 فين؟ مفيش هنا ايه 1.6. ممكن يكون مفيش جهاز على 1.6. تعالى هنا في مفيش جهاز هنا 1.6 فعشان كده ما ظهرش معايا. تعالى مش حتى نشوف لك هنا الاجهزه دي كام البابليك اي بي بتاعها اللي هو البرايفت اي بي بتاعها. 1.7 دي كام؟ 1.6 في 1.6 بس انا بنكت ليه ما خدش بابليك اي بي؟ انا ما بنكتش انا لسه. تعال نبنك تعالى كده هنشوف بقى سيف تاني هتلاقي 1.6 ظهر معايا. تعالى كده شوف هتلاقي 1.6 ظهر معايا. ظهر ايه؟ 1.6 ظهر معايا اهو. طب دلوقتي يا سيف انا لو بنكتش دلوقتي انا دلوقتي وقفت البنج دلوقتي كده اللي هو لو قلت له شو اي بي ترانسليشن يفضل 1.6 ده موجود لغايه فتره معينه. طب فاهمني؟ يعني افرض دلوقتي انت خدت جهازك دلوقتي انت مديك البوله دي جهازك ده فتره معينه مثلا ما طلعش انترنت يفضل ماسك البابليك اي بي؟ لا بيتمسح. تمام؟ تمام معايا؟ دي خد 1.6 فهمت الحته دي؟ معايا برايد؟ معاك ايوه. ماشي دي كده خلصنا من الايه من الدايناميك.